ولكنه الذي وقع فيه البحث بين علماء الكلام هو أنه القرآن فيه نقيصة أو لا توجد فيه نقيصة. نقيصة هماتين ليست بنحو الحرف والحرفين والحركات ونحو ذلك، لا، كلمات حذفت من القرآن، آيات حذفت من القرآن، أنصاف الآيات حذفت من القرآن. هناك استدل بعض الأعلام على أن القرآن غير محرف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعله أكثر الإخوة أيضا سمعوا مثل هذا الاستدلال من هذا أو ذاك، إلا أن المحققين من علمائنا قالوا أن هذا الاستدلال دوري باطل. هذا الاستدلال لماذا؟ قالوا لأن صحة الاستدلال بهذه الآية الشريفة على عدم التحريف أو على عدم وقوع التحريف في القرآن متوقف على أن لا تكون الآية هي نفسها محرفة على صحتها، وهو الدب. ومن هنا تجد أن المحققين، ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله، عندما جاء إلى مسألة التحريف لم يدخل إليها دخولا نقليا، قال لا يمكن إثبات عدم التحريف من خلال النقل. التفتوا جيدا، لا بد أن ندخل لإثبات عدم التحريف من خلال الدليل العقلي. قلت أن المحققين التفتوا إلى هذه النقطة، فلهذا تجد أن السيد الخوئي قدس سره الشريف في كتاب البيان صفحة 209 من هذا الكتاب يقول: نعم، هنا شبهة أخرى ترد على الاستدلال بالآية الكريمة على عدم التحريف، وحاصل هذه الشبهة أن مدعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها، لأنها بعض آيات